نسمع من رحمة الطالب زياد طارق سعيد، وإن شاء الله نشرح درس If I Were You for Advice. أول حاجة the grammar، القواعد للجملة، صناعة الجملة وصناعة الإجابة. If I Were زائد الفاعل زائد I would زائد مصدر الفعل. مصدر فعل الحاجة اللي أنا بعملها، مثلا لو سألني حد هتعمل لو شفت أسد، قلت له لو شفت أسد أنا هجري. هجري هنا مصدر إيه؟ الفعل. فوكس تشانس بقى الأسئلة عندنا 3 حالات. أول حالة وات وود زائد الفعل زائد مصدر الفعل زائد إف زائد ماضي بسيط. أهم حاجة هي الماضي البسيط زي ما احنا شايفينه اتكرر 3 مرات في الـ3 حالات. نمبر تو وات وود هابن إف زائد ماضي بسيط. الحالة نمبر ثري وود يو زائد مصدر الفعل زائد إف زائد ماضي إيه البسيط. طب نشوف هنا some examples، بعض الأمثلة. نمبر وان وات وود يو do if you had a lot of money، هتعمل لو عندك ايه فلوس كتير. if I were you I would bought a new car، لو انا مكانك هشتري عربية. طب what would happen if you saw a lion، هتعمل ايه لو شفت اسد. هقول له if I were you I would run، لو انا مكانك هجري. طب number 3 would you phone the police if you found a million pounds، هتكلم البوليس لو لقيت 1,000,000 جنيه. هنا ما قلتوش if I were you، قلت له yes. ليه؟ لان هو ده فعل مساعد. اذا في السؤال بهل، معروف ان السؤال بهل اللي جايبه يا اما بيس يا اما بنو. طيب هنا قلت له ايه yes of course. طب نشوف هنا ايه some questions، بعض الاسئله. من يدالوج هنا سالي بتقول لسوها I have bought بط أنوت. سالي هنا تخنت أو وزنها إيه زاد، تعمل إيه يا سهى؟ سهى لها إف. إحنا بقى هنكمل اللي سهى قالته اللي هو إف أي وير يو. إف وير يو لو أنا مكانك، ونعمل كده الكومة. معيش نعمل ايه كومة if I were you I would، وأي دي اختصار لود go to gym، انا هروح الجيم. او ممكن حد يقول لي ايه بلاش جيم ونحط اكسرسايز، هقول له زي الفل هي هتعمل تمرينات. مش هقول لك ايه حاجة الاتنين صح. طب نشوف اللي بعدها. هاني بيقول لعمر، هاني بيقول لعمر وات، ده اللي قاله. انما بقى عمر ايه هنا الاجابة اللي هنستعملها منها السؤال. If I did badly in my exam in my exams I would revise more next time، لو انا جبت درجة سيئة هراجع في وقت لاحق. لو انا جبت درجة سيئة هراجع في وقت لاحق، دي هنا الإجابة. فأنا بقى بيسأل وات، فأنا أقول له وات ايه. طبعا احنا واخدين ايه كذا واحدة، هتاخد منها واحدة مثلا زي وات وود what would what would you do، لما احنا واخدينها you do. if بقى ايه if you did ماضي بسيط did badly بسوء bad سيء و badly بسوء badly in your بقى exam
in your exams. طيب نشوف اي حاجة تانية. كده خلصنا ايه الميني ديالوج، وكده احنا خلصنا ايه الدرس خالص، وفعلا قد ايه درس سهل، بس محتاج ايه حفظ صناعة الجملة وصناعة الأسئلة وبس. كل حاجة هتبقى سهلة، وعارف لازم تعرف انها يبقى لازم يبقى ماضي ايه بسيط و I would والحاجات دي كلها. هنا عندنا some questions for sentences، بعض الأسئلة للطلاب. number one choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. number one if I saw a snake I a away would run rain run would run. number two how would you feel if you in Cairo. number a doesn't live didn't live hasn't live live. number three if I were you I go to bed، أنا مكانك أنا أذهب السرير. I will I would I have I is. أتمنى تحلوا الأسئلة دي، وإن شاء الله تكتبوها لي في الكومنتات. وغير كده احنا خلصنا درسنا ومعنا فهم نتعلم ببساطة.